عشرات المليارات خصصت لمحافظة نينوى نهاية عام 2019، وكان الجزء الأكبر منها للبنى التحتية المتهالكة، لكن أهالي المحافظة لم يلتمسوا شيئا منها حتى هذه اللحظة، مؤكدين وحسب أقوالهم بأنها ذهبت لجيوب الفساد لا لجيوب المحافظة المدمرة. هذه المبالغ اللي قبضتها محافظة نينوى راحت للجيوب الفاسدة. إعمار ماكو، بناء ماكو، يعني أبسط شيء المدارس، مدارس كرفانات، الدور، المناطق كلها مدمرة، حركة تجارية واقفة، ماكو لا بطاقة تموينية، وجبة تموينية ماكوش، اي خدمات للمواطنين ماكو. والله يا اخي الملايين اللي صفت كلها يعني كله بوق بوق، يعني هسه كلها ماخذينها مقاولات، زين لحد الان لا مستشفى انبنى، لا شارع صار، لا اي خدمات ماكو، يعني الخدمات كلها واقفه، وكل شيء واقفه. النائب عن نينوى عبد الرحيم الشمري وصف الطبقه الحاكمه في المحافظه بالسارق الذي لا يخجل، مؤكدا ان المحافظه مسيطر عليها من قبل احزاب وجهات متنفذه، ولولاهم لكان الوطن والمدينة بألف خير. لولا السراق لا الوضع موجود جيد، يعني هسه أنت أنا أعطيك مثلا مبلغ معين أقول لك تعمر لي هذا الشارع أو هاي العمارة يكفي، أما إذا أكو جهات تسرق نصه فأكيد هاي العمارة ما تبني. هكذا يحصل في محافظة نينوى، ومحافظة نينوى ومسيطر عليها من قبل الفاسدين أحزاب وجهات متنفذة، وهؤلاء من تقول يعني ما يستحي البواق، قام ما يستحي البواقي يقول لك انا والله وراي حزب لازم باشر وراي انتخابات، يعني يبوق ويسخر فلوس وهم حتى يزور الانتخابات، حتى فمحافظه نينوى ما ممكن تمشي بهالطريقه، وثق بالله العظيم محافظه نينوى واهالي محافظه نينوى لا يمكن ان يمشي عليهم ما يمشي على الانبار وعلى صلاح الدين، يسكتون. كل شيء متوقف عن الحياه تقريبا في هذه المحافظه، فعجله الواقع تدور ببطء شديد، اما عجله الكلام فبسرعة البرق سرعتها. المشاجرة على المناصب في المحافظة ألهى الساسة فيها عن واقعها المتوفي، فأهلها بانتظار معجزة تسعفهم من واقعهم المدمر. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائية.